حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة منال الفحام، أخصائية الأمراض العصبية. دكتورة منال، أهلا فيك معنا. يعني بداية، حسب يعني خبرتك، هل لك أن تعطينا شرح مفصل أكثر عن مدار استخدام الجوالات أثناء الليل أو تركها بجوارنا على عمل الجهاز العصبي؟ أهلا وسهلا فيك والمشاهدين. هلأ بالحقيقة هو الموبايلات هي أجهزة لا يمكن الآن الاستغناء عنها، فلما بدنا نحن نحكي بشكل واقعي بدنا نوصل للمشاهد رسالة أنه كيف يقدر يقنن بالاستعمال حتى ما يتعرض لأضرارها اللي يوم بعد يوم عم تثبت أنه هي موجودة، وبعد أي فترة حنقدر نقيسها يعني حتى تماما. هلأ في أضرار مباشرة من الإشعاعات، الإشعاعات المغناطيسية أو الإلكترومغناطيك، يعني إلكترونية كهربائية مغناطيسية. الإشعاعات بشكل مباشر مؤكد ضررها. أنا كثير برجع لقصة أول شخص بأمريكا اسمه جيمي، مشهور من استخدام الموبايل على إيده، صار معه سرطان بكف إيده وهو قضى كل يعني الفترة الأخيرة من حياته حتى يثبت العلاقة بين الموبايل. طبعا هذا الأمر سنة 2009 ل 2011، توفى بال 2012 يمكن، ليثبت هذه العلاقة. هو بحياته ما نجح يعني تماما باثبات هالعلاقه، لكن بعد ذلك فتح الابواب كثير انه هي الامواج على السنوات الطويله على الاستخدام الطويل، وخاصه عند الاطفال، خاصه بالاماكن اللي قريبه كثير بتكون، يعني واحد بيحط الموبايل بجيبته او تحت البنطلون او ماسكه بايده على طول، في تاثير مباشر حراري او بامواج المضره تبع الميكروويف نفسها. فهذا التاثير مباشر موجود. هلا انا بالعياده كثير بيجيني مرضى بيشتكوا من صداع، وصداع بيشبه الشقيقه، بيشبه حتى انه في نزيف بالدماغ او اي مشكله اخرى، بعدين بيثبت انه بدا انه هو بيستعمل الموبايل على اذنه بمده طويله من الزمن. كثير في حالات بصير فيها نوع من ضمور بالعصب تبع السمع، يعني مشاكل بسبب التماس المباشر. هلا ثبت كمان انه التماس المباشر اللي بيحط بالبنطلون بالنسبه للذكور قد يؤثر على مدى سرعه نمو الخلايا تبع الحيوانات المنويه، لانه هو قريب من منطقه الخصيتين. يمكن هذا الشيء شبيه ايضا، حتى كانوا يحذروا من وضع اللابتوب يعني على الحضن. على الحضن تمام بالضبط. هذا التاثير المباشر. نحن بنقول المخ، وانا طبيبه مخ واعصاب، لانه هو نحن بنحط الموبايل على اذننا يعني، ومثل ما انت عم نحكي قبل شوي انا وياكي، نحن بنحطه تحت المخده وقت النوم. صحيح. فنحن الكبار، فما بالك الاطفال اللي هو اذا اخذتي انت الساحه الكهربائيه هي بالدوائر، كل ما كانت قريبه بتكون اعلى تاثيرها، ضرره اعلى، وكل ما توسعنا بخف. راس الطفل هو راسه صغير، فمعناتها في دائره ما خطيره بتغطي كل مساحه الراس، نصفي الكره المخيه حتى بالنسبه للاطفال. ونحن يمكن هلا عم نعطي الاطفال يعني منذ سن صغيره جدا الموبايلات والاجهزه اللوحيه والى اخره لحتى يمكن يلتهوا، بس ما بنعرف اضرارها على المدى الطويل. هذا خطا فادح جدا جدا، وحانتقل منه للاضرار اللي هي غير مباشره، يعني الاضرار النفسيه. الاضرار النفسيه كثير واسعه وكثير مخيفه، والان صار في نزل يعني بالتصنيف الامراض النفسيه والعصبيه العالمي، هي امراض الادمان على الاجهزه الالكترونيه وعلى الموبايل. بالضبط. هذا الادمان عند الاطفال اذا بدنا نبلش فيه، لانه كثير خطير، وهو بيصير في خطا والتباس بينه وبين متلازمه فرط النشاط ونقص الانتباه. هلا كثير عم نشوف حالات بالمدارس ما كانت نشاط. تكون من قبل تمام. موجوده تمام. الحالتين اللي ذكرتيهم حضرتك تمام. عم تزداد بالمدارس. يعني انا كثير عم بسمع شخصيا حالات من مدرسين انه عم بيلاقوا صعوبه مع الاطفال، يمكن بسبب هي القصه، بس ما كنا عارفانين انه الارتباط بالضبط. الكبير يمكن بالضبط. انا لو ما شيء شفته عندي يعني شفته بعيادتي، وفعلا يعني قلنا انه نحن بدنا نعمل خطه لتخفيف التعرض للموبايل، كمثل ما انتم قلتوا بالبرنامج بالتقرير، انه هو لعبه وشيء وتواصل ومنبه للصحيان، ويعني كل شيء صار هو كل شيء بحياته لهذا الطفل، هو ماسكه طول النهار، فهذا متعود عليه، صار عنده بده يتلقى خبر ورا خبر وصوره ورا صوره، بده يتواصل مع الاخرين، بده يضحك، صار عم يلعب معه يعني طول النهار قاعد هو وياه، وقت بتبعديه عنه بيشعر بالفزع، بيشعر بالقلق، والحقيقه انه ما بيعود بيركز باي مهمه ثانيه بالمدرسه هو عم يعملها. طيب دكتورة، عندي سؤال. يعني يمكن في ناس بتعتقد انه الواي فاي هي العلاقة بهذا الموضوع، يعني نحن اذا اطفأنا الواي فاي بس تركنا الموبايل ربما جنبنا او استخدمنا يمكن يقل هذا التأثير
هاي هي النصائح اللي نحن كثير بنركز عليها. اذا الطفل عم يلعب بالموبايل حاول نخلي له اياه على الاقل لعبه من بداخله، ما يكون من الطفل بالواي فاي. هي احد الاشياء اللي كثير مهمه، خاصه اذا اشاره الواي فاي ضعيفه، بمعنى اذا كنا بقلب تونل، يعني بقلب الباص بنفق، عفوا بنفق، او بقلب باص، او بقرن الاشاره ضعيفه، لانه الوصول لحتى يلتقط الصور والمعلومات بيعمل ساحه كهرومغناطيسيه اعلى بكثير واقوى واكثر اذيه. هون يفضل نحطه على المود تبع الطياره يعني، او انه نطفيه تماما ويصير كلعبه، ما عاد عنده مشكله بهالحاله. عرفتي كيف؟ اذا بدنا فعلا نتلقى معلومات لازم نتصل بالقمر الفضائي وناخذ معلومات جديده او هيك، هذا الامر بيستغرق وقت قصير كثير منه، وقت طويل اذا بنفكر فيها. المشكلة هي بس كمان بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما حكينا انه هي شغالة ليل نهار، فالانسان على طول يعني 24 ساعة اذا هو بده يحاكي كل الناس اللي بيعرفهم. هي مشكلة كثير خطيرة مثل ما قلنا، وبتعمل ادمان. ومن ناحية ثانية حقيقة بتأثر يعني انت علقتي على نقطة، الموبايل بيعطيكي أشعة زرقاء تدخل مباشرة على شبكية العين. اذا عم نستعمله بالليل معناتها نحن بنعطي شعور للدماغ وللخلايا اللي تستشعر النور انه نحن هلا بالنهار. بيلخبط كثير الساعه البيولوجيه، لانه نحن في عندنا هرمون الصحيان اللي هو ماده الكورتيزون، اللي هي بيكون اعلى افراز لها الساعه 8 الصبح، وادنى مستوياتها الساعه 4 بالفجر بالعتمه. اذا الانسان استشعر انه هو ما يزال بالنور، فما يزال الكورتيزون يفرز باستمرار. الكورتيزون هي مادة تفرز من داخل الدماغ، لكن إذا كانت بمستواها الطبيعي فهي مفيدة، أما إذا عليت عن مستواها الطبيعي تصبح مضرة بشكل مباشر، وبتسبب أذية مباشرة للخلايا العصبية بمنطقة ما تحت المهاد والمنطقة القشر مقدمة الدماغ ناحية الجبهية، بتعمل أذية مباشرة وبتأثر كثير على مخزون الذاكرة والقدره على استرجاع المعلومات وقت بدنا، والقدره على الاسترجاع ردود الافعال اللي نحن مخزنينها، في له اذيه مباشره. ناهيك عن اضطراب بقى النوم، هذا موضوع كثير طويل، انه اضطراب الساعه البيولوجيه واضطراب الليل مع النهار وانقلابه، انه هذا كثير له علاقه باستعمال الموبايل كمان. طيب دكتوره، بالعوده لموضوع الادمان وخاصه الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي سببها بالدرجه الاولى الموبايل يلي هو موجود مع الشخص 24 ساعه، كيف بامكاننا يعني ما هي النصائح اللي ممكن تعطينا اياها للتخلص من الادمان وخاصه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي؟ تمام. هلا هو اول شيء الوقايه خير من العلاج. انا كثير بحب ركز انه الاهل ينتبهوا انه صار دخل اولادهم بمرحله ادمان حقيقي. ترى الكبار بيصير معهم ادمان مو بس الاطفال. الادمان له 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 اركان. اركان الادمان اول وحده انه بيصير بيهمل هواياته، بيهمل القعدة مع أصدقائه والأشياء اللي كان هو يستمتع فيها، بفضل يقعد مع موبايله، بينعزل اجتماعيا. بيصير تمام، بيصير إذا بده يترك الموبايل ويروح يعمل أنشطة أخرى هي مهمة له، مثل رحت المدرسة أو حتى عمله بوظيفته، بيشعر بالفزع والهلع والتوتر والاكتئاب، لأنه بعد عنه بتخف مساحة الأمان بالنسبة له. يعني هو بس يعاني الموبايل بيرد بيشعر بالأمان. إذا لاحظنا أنه أولادنا وصلوا لنوع من هالمرحلة، لو واحدة من هدول الأركان، هي عبارة عن منبه وأنذار خطير جدا. النقطة الثانية هو أنه نخلي هذا الإنسان يتبصر أنه هو عنده إدمان على هذا الجهاز. بجوز ما يعني مو سهل تقنعيه وتفهميه أنه هي الأعراض اللي عندك ما بدها دواء مضاد اكتئاب، ولا بدها دواء نفسي، بدها مجرد برمجة لساعاتك بالنهار. وأنا نحن ابدا ما بنقول انه بعدوا عن الموبايل او ما تمسكوه بايدكم اطلاقا، بس استخدموا بوظائفه. يعني هو اول شيء تليفون للتواصل، عرفتي، انه استخدمه كتليفون. بدك منبه، جيب منبه فوق راسك مثلا. صحيح. مثل ما انت قلتي اطفيه باوقات، خاصه قبل وقت النوم. قبل وقت النوم مش وقت النوم، يعني لازم ينطفى قبل موعد النوم بساعه او ساعتين، لانه الدماغ بصير عنده ادمان على الاخبار، ادمان شو حيصير، ادمان على الصور، ادمان على اللعبه، شو قالوا شو كملوا. هذا الادمان مثل الادمان الحقيقي، بصير دماغه بصير بيطلبه، بيقول له بدي اياه بدي اياه، يعني مثل نفس المسار والاليه. انا بقول لهم انه في تعود وفي تحمل، يعني بصير بيقعد ساعه اول مره، بعدين ساعتين، بعدين ثلاثه، بعدين اربعه، ممكن يقضي طول النهار الليل وهو منه حاسس، انه هو قاعد طول الليل بس عم يشاهد الناس، يعني كلام ما له مفيد ابدا، بس خبر ورا خبر وصوره ورا صوره. كيف نتخلص منه؟ لما بنعرف انه نحن عندنا هي المشكله،
بمساعدة المريض مع أهله مع اللي حوله بيخلق أنشطة أخرى لهذا الإنسان، يعني ما في شيء اسمه منعهم بهالحالة، بدك تعملي له بدائل أخرى. عادة تكون إحاطته مع عائلته، إحاطته ببدائل أخرى هي فعلا جذابة له، ألعاب حلوة يعني، ودائما لازم تكون تشارك فيها العائلة، وتفهيمه الخطر المباشر، وأنه نحن نعمل ممكن يكون هو جزء من الريور المكافأة اللي بنعطيها للطفل. نعم. بنقول له انه حافتح لك يا ساعة وبعدين حاطفيه، حنروح نعمل شغلة ثانية، نرجع بنعملها وهكذا. نعم. كما اني انا بحاول كثير اركز انه الطفل يفهم انه هي اداة للمعرفة. نعم. يعني خلينا نرجع الامر لاصوله، انت عندك بحث حتدخل طلع المعلومات وتطلع سكر وصنفها ورتبها واكتبها واعمل، انت مطفي ما ضروري تضل متصل طول. نعم. الوقت. وهكذا العلاج الدوائي ما انه كثير موجود بهالقصه، مع انه المعالجه من الادمان بهالحاله هي عمليه مرهقه وطويله، فعلا تحتاج لتعاون يعني. نعم، دكتوره منال فحام اخصائيه الامراض العصبيه، كنت معنا للحديث عن هذا الموضوع الرائع، وفعلا الكثيرين لازم يستفيدوا منه وخصوصا موضوع الوعي. انا بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا بالاستوديو. شكرا لك.